بحلبة الحسن الثاني بالمشور السعيد بالرباط، ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن الجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للقفز على الحواجز ثلاث نجوم التي ينظمها الحرس الملكي تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله. ولدى وصول صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية لسموه، كما تقدم للسلام على سموه عدد من سامي الشخصية المدنية والعسكرية. ووسط تصفيقات الجمهور الغفير الذي ملأ جنبات حلبة الحسن الثاني بالمشور السعيد، التحق صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالمنصة الشرفية لمتابعة الأطوار النهائية. التأهل إلى الأطوار النهائية للجائزة الكبرى ليس بالأمر الهين، بل تطلب أداء وتركيزا كبيرين من الفارس والفرس لتحسم الجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بعد إجراء مباراة السد للفارس علي الأحرش الذي قطع المطاف بدون خطأ ممتطيا الفرس دوغلاس مايل وبتوقيت 44 ثانية وجزء واحد من المئة. صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يسلم الجائزة الكبرى للفارس علي الأحرش الذي كان الأفضل طيلة منافسات المباراة النهائية. المركز الثاني عاد للفارس الغالي بقاع، فيما عاد المركز الثالث للفارس فؤاد الغريسي. أخذت بعد ذلك صور تذكارية لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن مع الفائزين تؤرخ لهذا الحدث الرياضي الكبير، ودورة شرفية مع أبطال الجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله بحلبة الحسن الثاني بالمشور السعيد، والتي شهدت على مدى ثلاثة أيام إجراء 19 مسابقة ضمن المباراة الرسمية للقفز على الحواجز ثلاث نجوم، والتي جرت تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. الله يبارك في عمر سيدي.